بكثير من الحرص والتكتم تجتمع هنا خلية من فتيات دمشق لتوزيع المعونات الإنسانية كجزء من واجبهن في الثورة، ملابس معظمها للنساء والأطفال، وأدوية ومواد طبية قد لا تكفي لإعالة ما يزيد عن مليون نازح لجأوا إلى العاصمة دمشق، لكنها بالتأكيد تخفف من معاناتهم في شتاء قارس يعيشونه خارج منازلهم. نشاطات عديدة أوكلت لهن لا تقف عند إعداد الشعارات وأعلام الثورة وتوزيعها على المتظاهرين لرفع معنوياتهم. هلا البنات حاولوا يعملوا جهدهم بشتى المجالات، سواء إغاثة، سواء إعلام، سواء تظاهر. هلا إذا بدنا نحكي عن القسم الإعلامي للناس اللي ما لها قادرة تشارك على الأرض فعليا، كان عنا ناشطات، عنا ناطقات، توصيل أخبار، توثيق، تقارير يومية عم تنشغل، في جهد كتير كبير كان عم ينعمل. ورغم قبضة النظام على دمشق يصررن على مواصلة تظاهراتهن في قلب العاصمة ليواجهن خطر الاعتقال أو الموت. طالعين هم منطقة الآبون عم ندعم الحراك السلمي، طالعين مظاهرة سلمية. نحن من أول الثورة كنا مع الشعب السوري بالحراك الثوري، وطلعنا مظاهرات سلمية وشاركنا بالمظاهرات كاملة، وتعرضنا للاعتقال وللضرب وللقتل. ومع اقتراب المعارك ودخولها لقلب العاصمة تأمل فتياتها أن يكون لهن دور في إحياء المجتمع المدني تحضيرا لمرحلة ما بعد الأسد. محمد دغمش، العربية.